Qatar is an Arab country in the Middle East. We got our independence on September 3rd, 1971 from the United Kingdom. The government here in Qatar is absolute monarchy, which means that each son is successor to his father's throne. The Emir of Qatar right now is Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, and his son and successor and Crown Prince is Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar's total area is approximately 11,400 kilometers squared, which is almost 4,400 square miles. According to last year's census, there is almost 1.7 million people living in Qatar right now and rapidly growing. The economy in Qatar has grown rapidly in the past decade. As you might know, in the early 1900s, the economy was basically dependent on fishing and pearl hunting. Until the Japanese discovered the cultured pearl between the 1920s to the 1930s, after that the economy crashed badly. People were suffering a lot in those days, until the discovery of oil in the 1940s. Nowadays, the economy in Qatar is considered one of the strongest worldwide. العادات يعني اختلفت عن عاداتنا الاول غير عن عادات الحين. الاول زيارة رحم، الاول الولد اللي انعرس يقعد مع امه يقعد مع ابوه في البيت مع اليد العودة، العم الخال كلهم لهم ممدة يد على عيال اخوهم وعيال اختهم. الحمد لله كلهم متحسنين وكلهم في بيت واحد، ياكلون مع بعض يقومون مع بعض. زيارة عماتهم، زيارة خالاتهم، الجار للجار والصديق للصديق والصاحب للصاحب، يعني ما في قطاعة لا ولا في. يعني عندنا التلفونات الأول أو مثل الرسائل مثل الحين بيقولون بس خلاص بتكفي، لا زيارة يروحون بريولهم يوصلون أهلهم يوصلون جماعتهم، لا هم بعيد لا هم ما وصلوهم كل يوم، يوصلونهم لو في الأسبوع مرة مرتين لازم يزورونهم يسلمون عليهم ويستسمحون بخاطرهم. وفي زيارة حق الجيران وفي زيارة حق الأهل وفي زيارة حق اللي يعني صلة مع بعضهم البعض، متواصلين الأهل كلهم، يعني الجار ما يغفل عن جاره والصديق ما يغفل عن صديقه، والأكل اللي نسووه يعطون جيرانهم
لو من فوق الطوفة يعطون جيرانهم حين أنتم هذه يعطي جارك هذه يعطي جارك أنت تأكل من أكل جارك وجارك يأكل من أكل جارك يعني كلهم ما شاء الله كارها للفريد على قلب واحد لمرض واحد والله فلان بالفلان اليوم ماية اشبله روحوا له شوفوه في فئة الضحايا لما يقعدون الحرم مع بعضهم البعض افقدوا واحدة من ربعهم ماية اشبلها فلانة اشبلها أم فلان ماية روحوا لها شوفوها راحوا وشوفوها غير عن الحين يعني الحين متقاطعوا ما حد يدري ما حد من عيد لعيد ويلا يلا بعد إذا يعني أحد يوم أو قال خلاص التلفونات والرسائل تكفي لا بس يعني الرحم مشتقة من اسم الرحمن الرحيم من اسم الرب عز وجل يعني من وصلها الله يوصله ومن قطعها الله يقطعه فكانت زيارات لول غير الأكل الفرح القومة في الأعراس في المناسبات في الحزن في كل شيء مع بعضهم البعض هل الفريج والجماعة والأهل واليدة هي اللي تامر وهي اللي تنهي كذلك الحشيم والكرامة وكذلك العم والخال كلهم مع بعضهم البعض ونوزع الأكلات الشعبية اللي احنا نسويها في البيوت نوزعها وكل جار يتبعه أصحنه والجار يعطيك وانت تعطيه وعندنا هنا عقب شعبان بعد نسوي نافلة شعبان ليلة 15 بعد ونصوم 3 أيام في شعبان وكلهم مع بعضهم ونوزع بعد الأكلات الشعبية اللي احنا نسويها من المضروب من الهريس من المربوقة اليبول اللي تقدر عليه يعني يدك الإنسان تسوي صدق إنه يعني ناس يقدرون يسوون على لحم وناس على ديار وأغلى كان أكثر شيء يسوون على السمك لأن إحنا أهل البحر وبيوتنا عند البحر فإحنا يعني أكثر شيء نقدر نسوي المحمر نقدر نسوي المشغوس نقدر نسوي المشخور والجسمي على بعض البعض ويلا المسحر كل ليلة يدق المسحر ما يروح إلا نوقف هذا الفريق الحمد لله يا كريم والشكر لله يا رحيم والشكر لله يا رحيم والعابد لين طاع ربه يفوز فوز عظيم يفوز فوز عظيم وتهلهلت مكة وقالت مرحبا بالزايرين مرحبا بك يا محمد والصحابة الأجمعين هذا القوع منزلنا عسى الله ينصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين سحور يا عباد الله سحور يا صايم يا نايم وحد الدايم ويطق وإذا ما عنده طبع عند الهول واليهال يتبعونه ويمشون وراه الصبيان البنيات لا عيب البنيات يطلون أعراسنا تغيرت الأول البنت تعرس في بيت أهلها في بيت أهلها الأول البنت والأب والأخ ما يحضرون عرس البنت والأم تندعس والعرس الأول عينية عينية أسبوع واحد تنخطب وينملت عليها البنية والدزة يجيبونها لها عينية الكل هل الفريج يساعدونها الأميمة هذه يساعدون الأم وعينون لأن هي عانت ولدي بكرة أنا بعد وعين ولدها وعرس بسيط لكن يتباركون وانتم 7 أيام في بيت أهلها معززة مكرمة البنية إلين تكمل 7 أيام بدونها بالهدية بتريحها أمها ما تتبعها نهار ثاني الأول أحسن، ماضينا الأول أحسن،
تقصد ان الحاضر الحين زين، ما نقول لك هو يكمل الماضي، لكن لا، يعني يقول لك ما له اول ولا ثاني، لازم نحافظ على ماضينا ونزرعه في قلوب عيالنا، ويعني نتمسك بماضينا لان حاضرنا تكمله على ماضينا. من عاداتنا وتقاليدنا في قطر نحن نتجمع في الميوارس، نسأل فيها عن بعض، نعرف أخبار بعض، نسأل عن علوم بعض. القطريين يحبون المجالس لدرجة أنهم يتجمعون فيها بشكل يومي. أول ما يدخل الضيف نقوم نسلم عليه، نرحب فيه ونقلطه، نقعد وياه ندردش وياه، نسأل عن أخباره وعلومه. مثل ما هو معروف العرب مشهورين بكرم الضيافة، وإحنا لنا عاداتنا في هالشيء. في البداية نقدم التمر للضيف، ومن بعد التمر يجينا أحلى شيء في المجلس القطري، دلت لك هوا. بعد ما يدور في نيال القهوة بين الحاضرين نكمل كرم الضيافة بالطيب. تطورت قطر عمرانياً في العقد الأخير بشكل ملحوظ، فمنذ منتصف التسعينات بدأت ملامح التطور العمراني تظهر في وسط العاصمة القطرية الدوحة. وتشكل قطر أبهى الصور في التطور العمراني من بين مجاوريها من الدول العربية، بل وتقارن بالمدن العالمية لتكون مرسى لكل سائح. حالياً تشهد الدوحة أقوى نهضة عمرانية في العالم العربي، حيث يعتبر متحف الفن الإسلامي ومشروع اللؤلؤة ومسجد الدولة من أحدث صور التطور العمراني في العالم. يعتبر متحف الفن الإسلامي الذي تم الانتهاء من إنشائه عام 2008 من أول المتاحف من نوعه بالمنطقة، حيث يتميز بالتصميم الإسلامي والعصري في آن واحد. يضم المتحف مجموعة من الأعمال التي جمعت منذ أواخر الثمانينات، بما في ذلك المنسوجات والمخطوطات والسيراميك وتحف أخرى جمعت من جميع بقاع العالم الإسلامي. حالياً وبعد 3 أعوام من افتتاحه، يكرس المتحف طاقاته بأن يكون على قمة قائمة المتاحف الإسلامية في العالم أجمع، والرائد في هذا المجال باستقطاب العديد من القطع الأثرية المكتشفة حديثاً وأخرى قديماً، تضاف إلى المعروضات الأخرى التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات. تم إنشاء المتحف تحت رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بأن تكون الدوحة عاصمة ثقافية تتميز بجمعها بين الماضي والحاضر. ومتحف الفن الإسلامي ما هو إلا انعكاس لهذه الرؤية. يتميز الشعب القطري بتمسكه بالشعائر الإسلامية، ويمثل مسجد الدولة الذي يعتبر من أكبر المساجد في قطر تحفة معمارية تحمل معالم التصميم الحديث وعراقة التصميم الإسلامي. ف
فالمسجد يسع 11,000 مصلي بالإضافة إلى ساحة خارجية وصحن المسجد اللذان يسعان 19,000 مصلي. دام قطر بقلوبنا وعروقنا الحية وارواحنا وانفاسنا متكونة فيها، دام الوفاء والتضحية في خالص النية، نيا ونحيا ونبغى بروحنا فديها.